كلام مسؤول. في كلام مسؤول اليوم موضوعنا هو أزمة المياه والحديث معناتها خلينا نقول نوعا ما تكاثر حول أزمة المياه في تونس. في الأثناء فما جلسة عمل مشتركة صارت بين وزارة الفلاحة والسياحة حول الاقتصاد في الماء خلال الموسم السياحي القادم. في الأثناء زادة في زغوين فما 13 مشروع في طور الإنجاز في قطاع الماء بقيمة 53 مليون دينار ومجموعة من البوادر اللي انطلقت تحسبا لمزيد تعمق أزمة المياه في تونس. هل أن الحلول هذه تعتبر كافية وألا لا؟ هل أن الإجراءات الاستباقية تعتبر في وقتها أو متأخرة؟ هذه الكل تفاصيل جينا من عند الدكتورة بالمرصد التونسي للمياه الدكتورة راضي ياسمين. أهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا بكم، شكرا على الاستضافة ومرحبا بمستمعي. مشكورة جدا على تدخل معنا دكتورة. إذن اليوم كما كنت نذكر مجموعة من الإجراءات الاستباقية، منها الاستباق للموسم السياحي القادم، منها إجراءات كما قلت في زغوين 13 مشروع بقيمة 53 مليون دينار. اليوم كان نحكيه في البداية كإجراءات استباقية نوعا ما متأخرة وإلا ممكن تدارك اللي ممكن تداركه؟ للأسف هي في ظل الوضعية المائية الصعبة اللي نعيشوا فيها اليوم في العالم ككل وفي تونس خاصة، نشوفوا أنه عندنا نقص كبير برشا اليوم في الإيرادات من المياه الأمطار. اليوم عندنا نقص نتاع 500 مليون متر مكعب على مستوى السدود، وهذا اللي يخلي سلطة الإشراف اليوم تمشي في توجه نحو سياسات للأسف قصيرة المدى. يعني ما كانتش عندنا النظره بعيده المدى، واحنا منذ 2019 كنا نبهنا انه الوضعيه تتفاقم وانه التبليغات اللي توصل للمرصد التونسي للمياه عبر المنصه الالكترونيه قاعده في تزايد، وبدات الاشكاليه تشمل كل الولايات في تونس دون استثناء سواء توفرت الموارد او لا. لذلك احنا شفنا انه الاشكاليه بالاساس كانت هيكليه واداريه للموارد، حتى في السنوات اللي كانت فيها نوعا ما وفرة تواصلت الإشكاليات على أرض الواقع. هذاك علاش احنا منذ 2019 كنا نبهنا وقلنا انه لازم نمشوا في حلول بعيدة المدى، وانه نحددوا شنو هي اولوياتنا في القطاعات المستهلكة على رأسها الفلاحة اللي كانت تستهلك في حدود 80% من الموارد المائية، الا انه وصلنا في زراعات مستنزفة للموارد وموجهة نحو التصدير. اليوم نشوفوا انه صغار الفلاحين للاسف كانوا هم الضحيه الاولى، لانه تم في فتره قصيره تقسيط الماء الموجه للري الفلاحي، وشفنا انه بعض المنتوجات الفلاحيه كما الخضار تم استثنائها من الانتاج اللي ذو اولويه في الري، ومشت وزاره الفلاحه في انها تقتصر على المحافظه على الاشجار المثمره واعطاها اولويه في ريها. كذلك احنا بدينا امس كان المكلف بالإعلام في وزارة الفلاحة أعلن إنه قريبا سيتم الإعلان الرسمي عن سياسة التقشف، واحنا بدينا نشوفوا فيها سياسة التقشف هذه في الانقطاعات اللي شملت جل المناطق في تونس. كذلك الجلسة اللي انعقدت بين وزارة الفلاحة ووزارة السياحة حول الإجراءات اللي باش يتم اتخاذها في علاقة بترشيد الاستهلاك الماء في القطاع السياحي على مستوى يمكن البيسين، واحنا كنا طالبنا منذ سنوات انه البيسين هذوما ما عادش يتملاو بماء سناد، انه يتكفل المسؤول هذه النزول على انشاء محطات تحليه خاصه بها، وانها تزود للبيسين هذوما من البحر، لانها ليست اولويه. اليوم المواطن التونسي عنده الاولويه في التمتع بالماء على السائح الاجنبي. مدام راضيه في الاثناء زاد وانا معاك نطرح في النقاط اللي طرحت في الجلسه كما قلنا بين وزاره الفلاحه ووزاره السياحه انه باش يتم ترشيد الاستهلاك من خلال زاد استعمال المياه المعالجه لري المساحات الخضراء بنزل، النظر في سبل تحليه المياه شبه المالحه، كيفيه زاد انجاز الكشوفات المائيه الدوريه لكبار المستهلكين في قطاع السياحه. يعني هذه من بين المقترحات اللي ذكرت في جلسه اللقاء اللي صار بين ممثلين على الوزارتين.
أكيد هي نقطة مهمة اليوم أن نثمنوا المياه المستعملة المعالجة. احنا اليوم في تونس فقط 13% من المياه اللي عالجوها يتم إعادة استعمالها، والبقية كلها تسيب في المحيط الطبيعي سواء البحر ولا الوديان. هذه أكيد استراتيجية كاملة ولازم تتفعل، واحنا اليوم نشوفوا أنه دراسة الماء أفق 2050 كان فيها باب كامل أو دراسة كاملة موجهة نحو تثمين المياه المستعملة، خاصة في كما حكيت مدام في ري المساحات الخضراء اللي غازون تاع الميزوتيل هذوكم كل راهو اليوم نورمالمون يمنع من عن بيتا انهم يتفقون من الناس هناك، لانه اليوم المواطن المياه الصالحه للشرب هي اولويه للمواطن التونسي عوضا على للوزير او الاكتيفيتي تاع الترفيه. احنا كان في مناسبة فارطة كان معنا سي شكري جبي وقال لنا إذا تواصلت الوضعية على ما هي عليه فممكن نوصلوا حتى نحكيه على تداول للماء الصالح للشرب. أكيد هذه هي سياسة التقسيط اللي نحكوا فيها واللي هي ماهيش غريبة، راهو عندنا برشا ولايات اللي هي تعتبر مواردها المائية محدودة كما مدنين وتطاوين وقابس وقبلي وكل الجنوب الغربي، راهم يعيشوا منذ سنوات على السياسة هذه، على سياسة التقسيط أنه يتقص الماء نهار كامل ويرجع في الليل. ماهيش غريبة، لكن الغريب أنه باش تتعمم في كل الولايات أثناء في حالة تم الإعلان على الطوارئ أو سياسة التقشف باش تولي واقع معيشي نشهدوه كل يوم، ولابد من انه المواطن التونسي اليوم يتجهز نفسانيا لهذه الوضعيه، سواء على كيفيه خزن الكميات هذه في البيوت، وكيفاش نحافظوا حتى على نوعيه، لانه تقنيات الخزن هذه راهي ماهيش حاجه سهله وحاجه جديده علينا، دونك لازمها حمله كامله من الجهات المعنيه انها توعي المواطن عن طريقه على الطريقه ينجم يضمن بها نوعيه جيده نتاع ماء، لان نشوفوا اليوم الوضعيه تدهورت، وفي ظل تدهور او تراجع الكميات في السدود او في الموائد، راهي حتى الملوحه وحتى التركيبه البكتيريولوجيه للماء تنجم تتغير. هذايا بالنسبة للتركيبة كما قلت لنا البكتيرولوجية للماء. في جانب آخر دكتورة نحكيه على ثقافة الاقتصاد في الماء في حد ذاته اليوم عند التونسي. الثقافة هذه معناتها أنه يكتسبها في وقت صغير حاجة ممكن تكون صعيبة نوعا ما على التونسي اللي نعرفه أكيد صعيبة عادة. صعيبة هي حاجة صعيبة، لأنه احنا توفرنا أو تعودنا على منطقة الوفرة، أنه الماء ديما موجود، تحل روبيني الماء موجود في أي وقت، هذيك باش تكون شوك كبيرة. هذاك علاش احنا حكينا على انه لابد من التحسيس والتوعية، وانه يتم احاطة بالمواطن التونسي حتى نفسانيا باش يتجهز للوضعية كما هذه، لانه قادمين على صيفة تصل فيها درجات الحرارة حتى 45 و47 في بعض المناطق، ماهيش حاجة سهلة انه يتقص الماء طيلة الساعات في النهار، ماهيش حاجة سهلة. انت دكتورة خاصة يتمها حملة خاصة من الجهات المعنية. انت حكيت على الصيفة وانا باش أسألك باش نقول لك كيفاش ممكن تكون الصيفة صيفة العام هذا يا معناتها. هي أكيد باش تكون صيفة صعيبة كما الصيفة اللي فاتت، عشنا على 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 درجات حرارة كبيرة برشا، وهذيك علاش يزيد استهلاك المواطن للماء، ينجم يدوش 3 و4 و5 مرات في النهار، لأنه الصيفة هذه للأسف مش باش تكون متاحة للكمية هذه. هذاك علاش يلزم المواطن اليوم يكون واعي ويحط حتى ويراجع حتى ممارساته اليومية في داره، يلزم يراجعها ويحس بأنه هذه مسؤولية مشتركة بين المواطنين الكل، في أنه كل إنسان عنده حق في كمية معينة، يعني نحاولوا ما نكونوش أنانيين ونكونوا ونقسموا الكمية الموجودة، لأنه ما عندناش حل 500 مليون متر مكعب غايبة مش موجودة، دونك يلزمنا نكونوا مسؤولين ونحاولوا كيفاش نشتركوا في حقنا هذه في كميات معقولة حسب احتياجنا اليومي. فما توقعات أنه ممكن يصير انقطاع للماء في مناطق معينة معناتها بالتداول خلال طيلة الصيفة؟ أكيد احنا اليوم كل الولايات في شمال البلاد وحتى في السواحل إلى حدود السقط كلها تزود من هذه السدود اليوم نسبة امتلائها ما تتجاوزش 30%،
صد سيدي سالم في حدود 16%، اللي هي منذ معناها اللي هي كميه قليله برشا، ما تنجمش تزود كل هذه الولايات. هذاك علاش راهي باش تولي حاجه باش نعيشوا عليها يوميا. هذا سياسه التخطيط هذه، انه لمده سويعات يرجع الماء ومن بعد باش يتقص. دكتورة زيدة، في الأثناء كان دخل معنا في فترة سابقة المهندس العام عبد الرزاق الرحال عن المعهد الوطني للرصد الجوي، اللي قال أنه فما توقعات زيدة بإمكانية تهاطل الأمطار بداية شهر أفريل. هل ممكن أنه تنقذ نوعا ما الوضعية، وإلا أحنا توا في وضعية معناتها مش ممكن أنه باش نخلطوا إلى مرحلة الانفراج؟ هو اكيد ما نقصتوش من رحمه ربي، انه ثم امكانيه اذا جت امطار نسموها امطار استثنائيه لبلويد اكسبسيونيل، تنجم تساهم شويه في زياده المخزون في السدود، الا انه يلزمنا فعلا سياسات، ما نبقوش رهن المستجدات المناخيه، يلزمنا اليوم نبداو في سياساتنا هذه في سياسات الترشيد الاستهلاك، لانه ما ثمش حاجه مضمونه 100%. هذاك علاش لازمنا الكونتيتي اللي عندنا نبنوا عليها توجهات قصيره المدى. اسبيرون بيان انه نجموا نطلعوا شويه في المخزون باش تخف هذاك الضغط على الموارد المتاحه. من بين الحلول كما ذكرت سبل تحليه المياه شبه المالحه وتحليه مياه البحر، معناتها من الحلول اللي دكتوره من عشق شاطرني الراي، اللي من المفترض انه بديت قبل ما توصل الازمه، معناتها هي كموارد بديله، شنو هو اللوم اللي خلى معناتها مثل الحلول هذه مازالت قيد الدرس؟ هي للاسف الحلول هذه راهي بدات منذ سنوات، وثم دي موديل او دي بروتوتيب تحطوا في برشا بلايص. نعرفوا الاستاسيون تاع جربه، عندنا في مطمط، عندنا في عده معتمديات داخليه، لانه للاسف احنا كمعاينه لهذه المحطات اللي هي تعتبر صغيره في المناطق الداخليه، ديما الاشكاليات موجوده على مستوى الصيانه وعلى مستوى التقنيات وحتى على مستوى الطاقه. اليوم عندنا كيما في مدنين ثم او في بنغردين راهو يتقص الماء، يعني حتى اذا موجوده محطه التحليه هذه الكباسيتي نتاعها ضعيفه، راهي سياسه التقسيط متواصله في هذه المناطق. اذا الحل ربما الاشكاليه الاكبر في هذه التقنيات نتاع التحليه هي انها تستوجب كميات كبيره نتاع طاقه، واحنا نعرفوا انه امكانياتنا للاسف ما تسمحش لينا باش نمشوا في توجهات هذه كما اللي هي كانت مشت فيها دول بتروليه كما في دول الخليج ونجحت. يبقى ديما التساؤل، هل احنا قادرين اليوم باش نوفروا كميات طاقه تنجم تخدم الاستاسيون هذوما بطريقه متواصله؟ لانه حتى الاستاسيون تاع جربه اليوم توصلنا عده تبليغات وعده تشكيات على انقطاعات متواصله نتاع الماء، والانقطاعات هذه اكيد باش تاثر حتى على نوعيه المياه. كلما صار انقطاع راهي تدهور النوعيه بعد ما يرجع الماء. اذا يلزمها دراسات كبيرة باش نعمم توجه كما هذا في البلاد. واضح مدام راضية، مشكورة جدا الدكتورة راضية السمين بالمرصد الوطني، المرصد التونسي للمياه، على كل هذه التوضيحات، على كل هذه التفسيرات. تقول لنا الأزمة موجودة، أزمة المياه موجودة، يتم العمل رويدا رويدا على الحلول اللي ممكن تنقذ ما يمكن إنقاذه، لكن تعويل بشر على ثقافة الاقتصاد في الماء، تحسبا للصائفة القادمة اللي تقول لنا أنه تعتبر زادة صائفة صعيبة من حيث توفر المياه. مشكورة جدا مرة أخرى الدكتورة بالمرصد التونسي للمياه راضية السمين على كل هذه التوضيحات. احنا مازلنا مواصلين.